يلا روح. معجون الدوكو يا معلم، علبة شوكولاتة، علبة شوكولاتة. كان في ناس بيتكلموا فمجموعة كده، بيقول له صاحبه في ناس، بيقول له في ناس بقى كأنهم هم يعني ملايكة بيجيبوا معجون الدوكو ويمعجنوه، وبعدين قال له يا، قال له الأحمر، قال له لا ده المعجون الدوكو ضعيف، المعجون الدوكو ضعيف، عشان هم شغالين بمعجون ديكسون وديبون، مش حاسين بالغلابة اللي شغالين بالمعجون اللي بيخرم ويدبس. ايه المشكلة يعني لما ندي الشغلانة حتة معجونة كده قشرة جرد عشان الإخرام والتدبيس والسوس؟ والله حتة شوكولاتة، والله حتة شوكولاتة. ايه المشكلة يعني بعد ما نخلص ندي قشرة معجون جرد كده مسح؟ قال له معجون الدوكو ضعيف، ده في ناس بيمعجنوا بمعجون الدوكو. قال له ياه، ايه يعني لما ندي قشرة كده جرد يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ قشرة تخش كده في تخش في الإخرام، وتخش في التدبيس. انا عملت 3 عربيات من غيره، بس انا تعمدت المرة دي ان انا اجيب لهم معجون دوكو، اوريهم المعجون الدوكو الضعيف. الله، خلاص يا معلم، راح جوه الإخرام والتدبيس، شغالين بمعجونة جلة نتخرم وتدبس، واحنا شغالين بديبون ولا ديكسون. يوم نحط حتى ليه معجون الدوكو ضعيف وبيخرم ويفرم ويشلح ويشوه ويسيح ويهيب. ايش رجارد كده؟ ايه يعني ايش رجارد كده؟ حاجة كده، ايش رجارد كده؟ سورهم حتة المعجون اللي هناك. تصدق انا اول مره اعرف ان انت مشترك في قناه احمد جمال؟ اي والله، انا والله والله العظيم ما اعرف ان انت مشترك في قناه احمد. على فكره الخلايجه كلهم مشتركين عند وليد التنين واحمد جمال. انا قلت مين خلدون، مين خلدون، جننتني والله العظيم ما اعرف ان انت مشترك عند احمد جمال. والله مشترك عندي، بطل احمد جمال والناس اللي معاه، ابطال واصحابي وحبايبي، حبايبي كلهم. انا بهزر، اشجع الناس الفنانه. قلت مين اللي بيقول لي ده؟ وتتريق خلدون، مين خلدون، مين خلدون. معرفش ان انت مشترك، وابو احمد برضه مشترك عند ايوه، ابو احمد برضه مشترك في الهواء. يلا يا عم خلاص.